مرحبا من جديد مشاهدينا في هذا التلاقي من ظلال الأصيل، بنتواصل من خلال جديد الفقرات، وتحية لكل جمهور الأحمر العريق، وتحية للفريق الأحمر الوهاج. ونحن بصدد استضافة أحد رموز الأحمر الوهاج، الكابتن المصرفي ولاعب نادي المريخ السابق السيد فيصل الحنان. أنا أرحب بك وبقول لك مساء الخير. مرحبا بك أستاذة منى، وأحيي قناة الشروق وحن السيد المدير عاطف الياس والعاملين والعاملات بقناة الشروق. أنا عرفتك في البداية يعني الكابتن المصرفي، حكاية شنو؟ أيوة الكابتن المصرفي ده أخت منى، أصلاً أنا قبل ما أسافر الخليج كنت شغال في بنك النيلين. نعم، بنك النيلين الخرطوم. من بنك النيلين لما مشيت لعبت في قطر، بعد ما انتهت الكورة مع نادي الغراف القطري عملت في البنك العربي المحدود. يا سلام، اللي هو صاحب فلسطيني عبد المجيد شومان. من بعدها ذهبت إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، عملت ببنك أبو ظبي الوطني. اللي هو من هذا المنطلق كان في مديرنا خواجة قال لي يو ار انترناشونال بانكرز، اللي هو يعني مصرفي دولي. يا سلام، فانطلقت علي الاسم ده. بيقول لي المصرفي الدولي لانه ثلاثه بنوك دوليه. يا سلام يا سلام، تحيه لك وتجربتك الكبيره المعروفه في نادي المريخ، هي واحده من التجارب العظيمه والجميله جدا. وانا عرفتها يعني انت قمت في الخليج طبعا، وعندك مشاركات في دولة الخليج خصوصا مع الجالية السودانية. كلمنا عن الفترة دي وانت في الخليج. أيوة، في دولة قطر الشقيقة يعني انضميت لها بعد ما انتهت الرياضة الجماهيرية، والجميع يعلم ذلك طبعا. كثير من اللاعبين سافرنا للسعودية والإمارات في ذلك الوقت، وأنا مشيت لعبت في نادي الغراف القطري، وكلام ده كان في سنة 1979. ولعبت نادي الغرافة حتى عام 1985، والتحقت بالمصرف العربي بنك العربي المحدود، والعمل في المصارف يتعارض مع الكورة حقيقة يعني. لا تستطيع أن تواكب الكورة والمصرف، فاخترت المصارف. رغم حبك للمريخ لكن بعد المريخ، لا يعني حبك للمريخ وحبك للكورة عموما، لكن اخترت في النهاية المجال المصرفي. قبل المريخ؟ بعد المريخ. بعد المريخ هاي. بعد ما المريخ كان انتهت الرياضة الجماهيرية، جات والرئيس المرحوم نميري أغلق الأندية، ونحن سافرنا، أنا مشيت قطر. زي اللاعبين، الكثير من اللاعبين ذهبوا إلى السعودية والإمارات وكذا. صحيح، اختربوا. واستقر بين المغاربة في الدوحة. طيب كده احكي لنا ذكرياتك مع فريق المريخ. في المريخ؟ هو المريخ طبعا ذكريات جميلة جدا، وكان يعني في ذلك الوقت في سبعينيات القرن الماضي كان يتمتع بنجوم كبار امثال الدكتور كمال عبد الوهاب والجيلة عبد الخير وعبد العزيز عبد الله وبشارة وبشرة، وكان عمار، ويعني كان مسامع عز الدين وعبد الشيخ وعبد ساتي، وكان يعني فيه نجوم صعب ذاته انك تتواجد وسطهم. كانت المنافسة قوية بين اللاعبين يعني عشان تظهر وتكون في التشكيلة. صحيح. يعني دار جهد كبير جدا كان في الوقت ذاك. طيب يعني الكرة السودانية كرة جميلة جدا، الخليج يتعرف يعني الكرة السودانية اتعرفت في الخليج بصورة كبيرة جدا، وأنا عرفت أنك أنت كنت متابع لكأس العالم في قطر. 10 سنوات من المجهودات الجبارة، واستطاعت قطر أن تبهر العالم. نعم، أول شيء يعني في يعني من هذا المنطلق وهذا المنبر الجميل قناة الشروق، وحيي حقيقة سمو الأمير الأب سمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، الأمير الأب الوالد، وحيي سمو الأمير الابن تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني على هذا الجهد الكبير في هذا المونديال الذي تم يعني تصنيفه عالميا من الفيفا إنه من أعظم المونديالات اللي حصلت في العالم. وأحيي يعني سمو الشيخ تميم هذا الشاب الجميل الراغي الذي قاد ونفذ تعليمات والده بالكامل في هذا المونديال. يعني كانت محل إشادة الأوروبيين والأفريقيين والدول العربية ودول الخليج، يعني كان مونديال عالمي ما في شك. نعم،
يعني كانت تظاهرة يعني رياضية كبرى يمكن جمعت كل العالم في قطر، وقطر كانت يعني زي ما يقولوا قدر التحدي، واستطاعت أن تثبت إنه قطر ممكن أن تبهر العالم من خلال كأس العالم. يمكن دي كانت حاجة جميلة جدا ولفتة جميلة جدا. هو فعلا ده كان تحدي، يعني سمو الشيخ الوالد حمد بن خليفة، طبعا الناس حمد بن خليفة ده لما أنا كنت بلعب هو كان لعب معاي فترة في نادي الغرافة. فحمد بن خليفة كان ده تحدي منه إنه لازم المونديال في قطر يكون ناجح جدا وتكون رسالة قوية للأوروبيين ولدول الخليج والدول العربية. وفي حقيقة يعني كان تنظيم هائل، تنظيم عالمي. صحيح. طيب أنا يعني هذا الحدث الكبير السودان محتاج لشنو عشان يصل المكانة دي؟ والله يا أستاذة منى السودان يحتاج للكثير. يعني أنا أقول لك بصراحة، مما جيت من مطار حمد الدولي لمطار الخرطوم وأنا يعني جاي بنفسيات. يعني أتذكر البيت بتاع المتنبي اللي قال في ورغ على أرغ ومثلي أرغ وجوا يزيد وعبرة تترغرغ. يعني في الحقيقة جيت متأثر جدا إنه السودان، حتى يعني السيد سمو الشيخ جاسم بن سامر رئيس نادي الغرافة اللي أنا كنت بلعب فيه هم كان عملوا لي التكريم وكده، يا سلام، وكانوا بيقولوا لي يا فيصل يعني شو فيكم، شو عندكم انتوا، شو حاصل لكم انتوا، الخير عندكم واجد واجد بكلامهم الجميل ده، الخير عندكم واجد وراجد، ليش متأخرين في الكورة، متأخرين في السياسة، متأخرين في كل شيء. فالواحد جاء يعني متحسر يا منى، جاء بحسرة، جاء متألم منه. يعني احنا اذا اصلا بنقول احنا علمنا الناس وسوينا ودور الخليج واين انجازاتنا، اين كده، احنا عايشين على القديم. يعني للاسف في امجاد القديمه. عايشين على الامجاد القديمه. يعني حاصل لنا فرستريشن، يعني احباط انه احنا اللي عملنا، حتى هم بيقولوا لنا انتوا عملتوا انتوا سويتوا، ونحن ما شايفين نفسنا يعني مواكبين العالم للاسف. بعدين ثاني هنا اضيف لك السبب بتاع تاخرنا بالمناسبه، هل تعلم انه ناصر الخاطر ده التشيف اكزيكتيف بتاع المونديال ده اللي عمل المونديال في قطر، الايدج بتاعته 35 شباب، كل الشباب اللي عملوا اللي نفذ المونديال اولاد بين 30 25 30 25. الغاده عندنا هنا في الرياضه اوفر 75 اوفر 80. يعني انا ذاتي حتى بقول انا ذاتي ما المفروض اكون غايب في الرياضه خلاص. صح انا ما انت ما حد عيش زمنك وزمن غيرك، والطاقه اللي عند الشباب ما ناخذ زمننا وزمن الاخرين. انت ممكن تكون كخبره مستشار، الناس تكون ادفايزرز. صحيح. مستشارين وكذا. صحيح صحيح. لكن ما ممكن يعني يعني رئيس اتحاد الكره، رئيس اللجنه الاولمبيه، ناس اوفريتس كلهم كفايه. افسحوا المجال للشباب، ربما الشباب يقدموا الاكثر والاجمل والافضل. صحيح، الشباب مليان طاقه وحيويه. وحتى بالمناسبه باي ذا واي يا منى، في الاعلام، حتى في الاعلام يعني انا قابلت حمد بن سامر اللي هو رئيس مجلس اداره قناه الجزيره، يعني استنكر قال لي نحن حتى في السودان وزير الاعلام او المسؤولين كان ممكن يبعثون الاعلاميين والاعلاميات يتدربوا هناك، ما بيطلبوا منهم. ولا حتى رئيس الاتحاد الكره لما كان هناك ما طلب يعني السودان حاجه. انا بتمنى ان السودان يرجع ويعيد سيرته الاولى، يعني من خلال التفاصيل المختلفه اعلاميا سياسيا كرويا، كل المداخل اللي هي بترفع اسم السودان عاليا. ايضا الجاليه السودانيه في قطر يعني جمعتك ببعض يعني رفقاء القمه في السودان، خصوصا زي اللاعب مانجستو. الجاليه السودانيه في قطر بالمناسبه كانت مكان تقدير هائل ومكان اعجاب حتى للقطريين ولسمو الامير تميم بن حمد، وقدمت لهذا المونديال يعني حاجات كثيره جدا جدا، اذا كان على مستوى الانديفيديوالز او على مستوى المجموعات في المركز الثقافي السوداني، وحتى البنات السودانيات وشاركوا بافكار وبحاجات كثيره جدا في المونديال، لانه كان في فرص بتاعت عمل كبيره جدا. الشغل كان كثير وكبير جدا جدا ما سهل، وبالمناسبه يعني كان محل اشاده سمو الامير. صحيح. ومحل اشاده الشيوخ في دولة قطر. نعم. والجالية السودانية بالمناسبة يعني سعيد بهم جدا، لأنه لقيت الشباب كلهم ناس متعلمين ومثقفين وفي مراحل كويسة جدا جدا، وساعدوا كثير في المونديال بالإضافة للجاليات العربية والجاليات الأوروبية.
والإفريقية، والمونديال كان رسالة للعالم. صحيح، رسالة جميلة والله، وصلت على فكرة الرسالة. أنا يعني رغم أنك أنت اهتمامك بالشباب ودعمك للشباب في المجالات المختلفة، أنا عرفت أنك أنت أيضا موجود في القطاع الاجتماعي لنادي المريخ. تكلمنا عن القطاع الاجتماعي في نادي المريخ والدور اللي بتقوم به تحديدا في هذا القطاع، القطاع الاجتماعي في نادي المريخ بالنسبة للشباب. بالنسبة لك أنت تواجدك فيه، ما في بتقدر وجودك في القطاع في القطاع الاجتماعي، نعم، في نادي المريخ. ايوه هاي اول هاي طبعا يعني التحية لك برضه، انت ذاتك عضو وطنة في مجلس إدارة نادي المريخ السابق. نعم، والقطاع الاجتماعي هذا الوقت بيمثل يعني بقيادة هيثم كابو له التحية، بيمثل إضافة كبيرة جدا لمجلس المريخ الحالي والسابق. صح. لأنه الترابط الاجتماعي والوجود وسط الغادة القدام من النادي المريخ واللاعبين بيكون يعني له أثر كبير جدا جدا. صحيح، نتمنى التوفيق دائما لفريق المريخ، نتمنى له التوفيق دائما ان شاء الله باذن الله. طيب خلينا نمشي نتكلم عن ابطال افريقيا، مستقبل المريخ برضه في هذه دلوقتي. حي السيد ابو جبير رئيس نادي المريخ والمجلس الاداري الجديد حقيقه. صحيح. وهم يمضوا يعني بثبات وماشيين كويس جدا جدا، وانت عضوه في مجلس المريخ السابق تعلمي بالكثير اعتقد. صحيح، تحية وتقدير. انا برضو اعلم انه السبت القادم لقاء المريخ مع الترجي التونسي. نعم، المباراه الجايه ان شاء الله يعني الناس كلها تقيف مع بعض، وهسه حاليا الناس واقفه مع بعض في البطوله الافريقيه، واتمنى للمريخ انه يحقق بطوله ان شاء الله هذا العام ليسعد جماهيري ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله حنتواصل معك في الحوار، وحنتواصل مع كل مشاهدينا من خلال هذه الفقره مع الكابتن المصرفي لاعب المريخ السابق فيصل حنان بعد الفاصل. محمد براسه فيصل حنان، فيصل ضمن الكره، فيصل بيطول قدام ناحيه ملعب تنقطع من حمد حسين، غير رايه بيطول هناك ناحيه حمد يدير بيطول من حمد تروح فيصل حنان، فيصل براسه بيصلحها وما حد، كرة حلوة من فيصل لكن ما في حد من مهاجمي نادي الاتحاد يشارك حارس اللعب على طول علي بيصلحها له فيصل حنان، فيصل ست ابراهيم المله، ابراهيم المله لفيصل مرة ثانية وترجع مرة ثانية علي ابراهيم المله، كرة مع كريم فيصل حنان، فيصل بيطول قدام ناحية حمد هديب، حمد هديب بيتركها له ثمانية زيد بيخلص لسعيد، سعيد بيحاول مبارك حسن، مبارك حسن بيصلحها فيصل حنان، فيصل بيطول قدام ناحيته مبارك حسن، مبارك بيطول من مبارك سعيد تلعب على طول من ثمانية، فيصل حنان بيطول قدام ناحية مانع، مانع بيصلح لحمد هديب، حمد هاجم حمد، حمد هديب قام الكرة بيصلحها له مانع، مانع بيرجع له فيصل حنان، فيصل بعد ولا بيشوت كرة خفيفة وبتروح سالفة حارس مرمى النادي العربي عادل حسين إلى فيصل حنان، فيصل بطولة قدام هناك ناحية حمد، حمد هديب حمد معدي حمد بعد ولا هاجم لصالح نادي الشمال وفاول الناعي علي بيطوله ناحيه مبارك حسن، مبارك وهجمه للاتحاد، مبارك حسن، مبارك وهجمه للاتحاد، مبارك لا فيصل حنان، فيصل بيطوله وبشوت كره قويه من نص الملعب، لكن وين فيصل حنان بشوت كره قويه من نص الملعب تطلع الكره برا الملعب وضربه مرمى لصالح نادي العرب. تحية مجددا لكل مشاهدينا وكابتن فيصل الحنان. يمكن واحدة من المباريات في قطر القديمة في الذاكرة دي مباراة نادي الغرافة القطري مع النادي العربي في كأس سمو الأمير الشيخ جاسم رحمة الله عليه، كانت فعلا مباراة كبيرة جدا ومباراة جميلة انتهت بالتعادل 1-1. نعم، ومن كانت بطولة لنادي الغرافة، كسبنا فيها بطولة كأس سمو الأمير. نعم، ممكن كانت واحدة من المباريات العالقة في الذاكرة. هي مباراة خالدة يعني في الذاكرة يعني. وغير من المباريات الخالدة، في مباريات طبعا كثيرة كان لعبت معاهم زي أربع مواسم. ولحد ما انتقلنا، كان النادي درجة ثانية وانتقلنا به للدرجة الأولى ما شاء الله، وحصل على كأس سمو الأمير وحصل على كأس الدوري، الزمن ده كان الدوري العادي قبل الدوري الممتاز.
ودلوقتي من اميز يعني واقوى الانديه القطريه الموجوده في دوله قطر. نعم. وبيسموه نادي الشيوخ يا منى. يا اخي. لانه نادي الغرافه، المنطقه بتاعت الغرافه دي شيوخ ال ثاني. يا سلام. آه. يا سلام. خلينا نرجع مره ثانيه لفريق المريخ، طبعا ما عندك حل. لمنو؟ نرجع للمريخ مره ثانيه. المريخ. المريخ العظيم. نعم، ونتكلم عن يعني رئيس المريخ ايمن ابو جبين في المريخ، خصوصا في الانتدابات الشتويه، بالاضافه للمبادرات المجتمعيه يعني مثل محاربة المخدرات وخلوا بالكم من أولادكم. يمكن المريخ عنده مبادرات جميلة جدا قام بها رئيس المريخ بالنسبة للمخدرات وخلي بالكم من أولادكم. بالنسبة لمحاربة المخدرات وخلوا بالكم من أولادكم، يمكن دي كانت واحدة من المبادرات الجميلة قام بها فريق المريخ من خلال الرئيس، رئيس نادي المريخ. ما سمعتي كويس يا منى. طيب المريخ عنده مبادرات جميلة جدا. ايوه، بالنسبه للمبادرات المريخيه هاي مبادرات كبيره جدا وكثيره جدا من الاقطاب ومن الاداريين. وهو هسه حاليا يعني مجلس الاداره الجديد يعني ماشي بخطه ثابته جدا. وان شاء الله يعني كل الاهل المريخابي كيفوا في هذا الموسم، وحتى المريخ يحقق انتصارات كبيره جدا ان شاء الله باذن الله في الايام الجايه. انا عايز اعرف يا كابتن فيصل قدام اللاعبين وشكل التواصل ما بينكم. وانا عرفت انكم برضكم حتعملوا لكم كيان. نعم. لقدام اللاعبين. نعم. نعم، هذا الكيان دلوقتي قبل يومين ثلاثه كان في اجتماع كبير جدا حضره كابتن الجيل عبد الخير والعديد من قدام اللاعبين باقامه هذا الكيان واحياء هذا الكيان. وعاده يا منى دائما كيان قيام اللاعبين، قدام اللاعبين سواء كان في المريخ او الهلال او الانديه الثانيه بيكون محارب من الاداره اللي هي دي يعني زعلانين فيها قدام اللاعبين. والمجلس دلوقتي تكون وفي عنده اجتماع في اليومين القادمين ان شاء الله بقياده الكابتن الجيل عبد الخير. وهم بحقيقه اللاعبين بيفتكروا انه مقعد قدام اللاعبين في مجلس الاداره ده حق من حقوقنا انه يكون فيه، لانه عشان تكون الاستشارات الفنيه متروكه لاهلها. صحيح. زي ما حاصل في العالم يا منى، انا من لما جيت من دوله القطر القيادات كلها لاعبين كوره، يعني رئيس الاتحاد الافريقي لاعب كوره، رئيس الاتحاد الاوروبي لاعب كوره، كل الا في السودان لاعبين الكوره قدام اللاعبين ما عندهم اي نوع من الاداره او مشاركين في الاداره او الانديه. بس طيب انا يعني حاسه برضه انه قدام اللاعبين هم بعيدين عن الشغل الفني بخصوص الفريق. هم في الحقيقه ما بعيدين، مو بعيدين. هو ده اللي دلوقتي في الاجتماع. السبب شنو؟ ليه هم مو بعيدين؟ السبب هم اكسبيرينس. الادارات الموجوده هسي لا ترغب في وجود قدام اللاعبين. لا ترغب. دي يعني انا بقولها بالفم المليان. منذ ان كان جمال الوالي رئيس نادي المريخ له التحيه من هنا. هو اول من كون مجلس قدام اللاعبين. نعم. وكان برئاستي انا. وكان المجلس مدعوم من السيد جمال الوالي دعم كبير جدا. نعم. ولكن بعض الاداريين زمن ذاك مع جمال يعني حاربوا هذا المجلس وحاربوا تكوين هذا المجلس حتى في الهلال. وحتى في الانديه الاخرى. الهدف شنو يعني؟ الهدف ابعاد قدام اللاعبين. الهدف شنو من الابعاد ده؟ ما دايرين انهم على اساس انه بكلهم كلمتهم وبكلهم توجيههم والكلام ده ما دايرينه. وده كلام معروف بالنسبه لقدام اللاعبين ومعروف في المجتمع الرياضي. وده شيء طبيعي يعني. هاي. انه يكون في ناس قدام لهم الخبره ولهم الكده وكده يعني. هاي. حاجه طبيعيه زي ما ذكرت شيء طبيعي، لكن محاربين. لكن ان شاء الله دلوقتي الكيان الجديد ده فيه دعم من السيد ابو جيبين وفيه دعم من مجلس الاداره، وانا متاكد ان شاء الله سيقدم لمصلحه المريخ ولمصلحه اللاعبين الموجودين الان. ان تكون في خبره وفي قدام، يعني لما يكون عندك لاعبين قدام كبار موجودين وممكن تستشيرهم افضل. صحيح. صحيح. افضل لأنه افضل حتى من المدربين. صحيح، لانه في تجارب وفي خبره وفي تجارب وفي خبرات وفي سفر والماضي بتاعهم. صحيح. يعني لو اكتفوا بسرد الماضي وحكوا للناس انه زمان نحن بنعمل كذا ونعمل كذا، فاللاعبين بيستفيدوا في استفاده. اي، ودائما اللاعب الجديد بيستفيد من اللاعب القديم بلا شك. صحيح. ابو جيبين وفي كانت في مبادرات يعني بتحارب المخدرات وانطلقت من المريخ. يعني عبر ابو جيبين مبادرات كثيره جدا كانت من الاب الروحي لنادي المريخ والدلياس والقاده القدام في مجالس الادارات السابقه، وحتى من جمال الوالي وحتى من رؤساء الانديه ومن السيد حازم التحيه له،
وكلها غادت رؤساء مجالس المريخ الان يعني خدتين ايدينهم في بعض. هاي. يا سلام، أتمنى لك أنت دائما التوفيق ولفريق المريخ العظيم والانتصار في المباراة القادمة السبت القادم مع الترجي التونسي وكل محبي ويعني الأحمر الوهاج بالتأكيد. شكرا لحضورك معنا. إن شاء الله أخذ منا لك التحية والتحية لقناة الشروق، لمشاهدي قناة الشروق ومتابعي قناة الشروق. وأنا بنتهز الفرصة دي وبحيي الزميل في القطاع الاجتماعي لنادي المريخ وقول ألف سلامة لك. يعني خوجة لأبو جاز يعني جاء من مصر مستشفيا، أنا يعني بقول له ألف سلام عليك. إن شاء الله لك التحية، كتر خيرك، شكرا جزيلا.